قتلتني بيدك هذه. لا يا ناصر، دربك بعده طويل. كانت تفكرني أريد أطردها من البيت. الدنيا يا ولدي مثل المركب، مرة تعصف فيه الريح ومرة يكون البحر هادي. السبب ايش قصدك يعني؟ قولها يا ناصر، انت متي منصور. ايش الخرابيط والخرافات هذه؟ كورونا؟ كيف كل بعدد؟ ما خليها سميتها حواجز مبعثرة.